بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا علي يا متعال، يا من تعاليت في ذاتك عن المثل والشبيه، وعن المكان بعلو المكانة والرتبة، وعن الجهات بالإحاطة، فأنت بكل شيء محيط ولا يحيطون بك علما، وتعاليت عن الزمان فكنت أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أبديا ديموميا سرمديا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي عليت مقامه فجاوز سدرة المنتهى، وعليت قدره فصار نبيا للأنبياء بالإقرار له بالنبوة وهم في عالم الأرواح، وعليت همته فلم يلتفت لغيرك، وآتيته المقام المحمود الذي انفرد به على سائر خلقك فلم يبلغه نبي ولا ملك. صلي يا ربي عليه صلاة تعلي بها همتي عن سفاسف الأمور فلا أقنع إلا بأرفعها قدرا، وتعلي بها نفسي على شهواتها فلا تعصاك، وأتعالى على شيطاني فلا يغويني، وعلى جسدي فلا يرديني، وعلى حرصي فلا أذل، وعلى طمعي فأقنع بما رزقتني وأقمتني فيه، وأعلو بها عن الباطل إلى الحق، وعن الحيرة إلى الهداية، وعن الجهل بالعلم والمعرفة، وأتعالى على ضعفي بقوتك، وعلى عجزي بقدرتك، وعلى فقري بغناك، فلا أرجو إلا إياك، ولا أستعين بسواك بتوفيقك يا علي يا كبير يا حليم يا عليم يا الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المصري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين، آمين. الحديث 50 حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قرأناه بالأمس وعلقنا عليه تعليق عام، واليوم نقرأ الأوجه التي تكلم حولها سيدي أبي جمرة. فالحديث رواه الإمام البخاري ونرويه بإسنادنا عن مشايخنا إلى الإمام البخاري بإسنادي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ظاهر الحديث يدل على أن كل من استرعى على شيء يسأل عنه، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول أن يقال: ما معنى الرعاية؟ وهل هي مقصورة على المذكورين اللي هو الإمام والرجل في بيته والمرأة في بيتها، دول المذكورين، والخادم في مال سيده والرجل في مال أبيه، ولا هي عامة والنبي أعطى نماذج؟ فهل هي مقصورة على المذكورين في الحديث، أو تتعدى بالحكم وما هو منها، وما هو منها واجب وما هو منها مندوب؟ فأما الكلام على الرعاية فهو بمعنى الحفظ والأمانة، ومنهم قولهم: رعاك الله أي حفظك، وراعي الغنم أي الحافظ لها والأمين عليها. يبقى كلكم راع يعني كلكم أمين، كلكم مستأمن، كلكم حافظ. الوجه الثاني: وهل يتعدى لأكثر مما في الحديث أم لا؟ فإن قلنا بفهم العلة فحيثما وجدنا تلك العلة عدينا الحكم، ويكون الحديث من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، إذ هي الأمانة والحفظ
وقواعد الشريعة من هذا كثيرة تدل عليه بالنص والضمن، فتكون فائدة الإخبار بهذا الحديث تنبيها على المذكورين، لأنه أمر يعقل، لأن الناس لا يحسبون الراعي لهم إلا الخليفة ليس إلا، وأن غيره ممن ذكر بعد لا يدخل عندهم في باب الرعاية ولا في باب الأمانة، لأن الرجل يقول أهلي قد أبيح لي وليس لهم قبلي شيء غير الذي يجب علي من نفقة أو غير ذلك مما جرت به العادة، وهي مسؤولة عن نفسها ولا يفكر أن عليه شيئا مما يزيد على ذلك اللي هو النفقة والسكنة يعني. والابن يقول مال أبي ما علي ما على أنا منه، بل هو الحاكم علي، ما علي أنا منه بل هو الحاكم علي، يعني ما علي مسؤولية قبله يعني، بل أبي هو الذي يحكم في ماله من خلالي. وتقول الزوجة مثل ذلك والعبد مثلهم، فتضيع بين ذلك الحقوق ويسألون عنها وهم قد أغفلوها، فجاء التنبيه على ذلك من باب توفية النصح لمن استرعى، وهو عليه السلام أكبر الرعاة توفية، ونفي غير هذه من الأمانات تدل عليها هذه، وما يجب لكل واحد منهم على صاحبه فيما يخص صاحب الرعاية الكبرى الذي له البيعة، وقد تقدم الكلام فيه في حديث عبادة بن الصامت، وأما ما بعده فنذكر فيه بحسب ما يفتح الله عز وجل. يعني خلاصة الوجه الأول بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن هؤلاء، لأن الناس عادة أما يقول لك الراعي يجي بباله الخليفة والحاكم، وهو ينسى نفسه كأنه مش راعي على حاجة، فأراد النبي أن يبين أن كل إنسان ملك في دائرته، وأنه مسترعى ومستأمن في دائرته، فكلما اتسعت الدائرة اتسع السؤال، وكلما ضاقت الدائرة ضاق السؤال، لكن الكل مسؤول والكل مكلف والكل مطلوب أن يحفظ ما استرعاه الله عليه، حتى أنه إذا ضاقت ولا يملك إلا نفسه فصار هو راعيا على جوارح نفسه، فلا يهلكها ولا يدخلها النار. معلوم أن الجوارح كل يوم تستعيذ بالله من اللسان، تقول له اتق الله فينا حتدخلنا النار من اللسان، يعني الإنسان راعي أيضا على حتى جوارح نفسه، إن لم يكن مالكا لشيء فيكفي أن الله ملكه جوارحه ليسأله عنها، فما بالك وقد ملكك فوق جوارحك، ملكك بعض المال وملكك السلطان على بعض البشر وعلى بعض الحيوانات وعلى بعض قطع الأرض، فقد تكون سلطان في بيتك على زوجتك وعلى أولادك، وسلطان في مصنعك على عمالك، وسلطان في متجرك على من تتعامل معهم، وسلطان في مملكتك على أهل البلدة، وهكذا، فكل مسؤول عما استرعاه عليه. ده الخلاصة الوجه اللي هو بيقوله يعني. وأن النبي أقبل الرعاة لأن الله جعله راعيا للأكوان وهاديا للأكوان وممدا للأكوان، فهو الرحمة للعالمين وهو هادي العالمين صلى الله عليه وسلم، فقام بحق الرعاية صلى الله عليه وسلم وبحق النصيحة. الوجه الثالث قوله عليه السلام والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الأهل هنا مبهم، فما يعنى به، لأن الأهل ينطلق على الزوجة كما قال أسامة رضي الله تعالى عنه حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، فقال أهلك يا رسول الله، عني به عائشة رضي الله عنها، واحتمل أن يريد بالأهل من يلزم الرجل نفقته شرعا، كقول نوح عليه السلام إن ابني من أهلي، وكقول مولانا جل جلاله في قصة أيوب عليه السلام ووهبنا له أهله ومثلهم معهم وكانوا زوجه وبنيه، يعني قد يطلق الأهل ويراد به الزوجة، وقد يطلق الأهل ويراد به الزوجة والأولاد، وقد يطلق الأهل ويراد به من تجب النفقة عليهم من زوجة وأولاد وأب عاجز وأم تحت نفقته وعبد تحت نفقته وحيوان حتى تحت نفقته، فيسأل عن ذلك كله. والعبد أيضا داخل في الأهل لأنه من جملة الرعية، بدليل قوله عليه السلام في سلمان وهو من أهل البيت وكان عبدا،
ولأنه مما أبيح له النظر إلى زينة سيدته كما أبيح لذوي المحارم بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، احتمل الوجهين معا، لكن الأظهر أن يكون الأعم منهما، فإن الفائدة فيه أعم، ولأنه عليه السلام قال في آخر الحديث والرجل راع في مال أبيه، ولم يذكر أن الأب راع في مال ابنه، فلما كان الابن من جميع من دخل في قوله عليه السلام أهله لم يعد ذكره، ومثل ذلك في العبد والزوجة، وذكرهم عليه السلام لنعلم أنه وإن كان صاحب البيت مسؤولا عنهم فإن كل واحد منهم مسؤول أيضا على قدر ما يخصه على ما يذكر بعده. فأما ما يجب على الرجل من الحق في زوجه وولده وعبيده فمنه ما هو عند الناس كلهم عالمهم وجاهلهم معروف، كالكسوة والنفقة والسكنة لا خفاء به، وهذا بعض من كل. فإن الذي يجب عليه زائدا على ذلك، لأن لو كانت الحكاية بس سكنة ونفقة وكسوة يبقى كأنه بيربي بهايم، هو اللي بيربي بهايم بيعمل لهم زريبة ادي السكنة، ويجيب لهم تبن كل يوم يأكله مش كده برضو، ويديهم التطعيمات عشان يحافظ على صحته. فلو انت هتعمل في أولادك كده يبقى انت بتربي بهايم مش بتربي إنسان. الإنسان بقى يحتاج لفوق هذا النصح والإرشاد والتربية والأسوة الحسنة، يبقى الإنسان تربيته أصعب ومسؤوليتك تجاهه أشد، وبناء الإنسان أولى من بناء البنيان. يعني أنت لما تبني إنسان من أبنائك صالح أحسن ما تبني عمارة وتترك أولادك نهبا للشيطان ولقرناء السوء اللي يقع في الإدمان واللي يدخل في النار عشان ما علمتوش الصلاة ويعيش طول عمره تارك صلاة. وبعدين تبقى أنت شاطر قوي أنك أنت قاعد بس بتسافر هنا وهناك وتلم فلوس وتشتري أرض وتبني عمارات وتهدم أبنائك. فبناء الإنسان أولى من بناء البنيان، فلابد أن الإنسان يعرف أنه هو لما بيربي أولاده مش بيربي حيوانات، بيربي إنسان. والإنسان يحتاج بجانب السكنة والنفقة والطعام يحتاج إلى النصح والإرشاد، ويعلمه إيه الواجبات الشرعية اللي عليه وإيه المندوبات اللي عليه وسلوكه حتى يصير إنسان صالح. ولو قصر في هذا الجانب الآخر اللي هو الجانب المتعلق بسلوك الإنسان يكون تقصيره قد يكون أشد من تقصيره في السكنة والنفقة، لأن السكنة والنفقة غاية ما هناك هتضره في الدنيا، لكن لو قصرت في التنبيه على أمور الآخرة فحينضر إلى في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. وبالتالي لابد أن الإنسان يراعي مثل هذه الأشياء، لأن للأسف الجيل بتاعنا اللي من 30 سنة اللي هو الجيل بتاعنا اللي اتجوز من 30 سنة ربى أولاده كأنهم بهايم. أنا بيجي لي مرضى كتير أحتك بيهم أسألها زوجك فين، تقول له ده بقاله 30 سنة شغال ينزل شهر واحد في السنة بيبعت لنا فلوس بيربي العيال، وبعدين في الآخر أسألها على العيال يطلع العيال فاسدين كأنه بيربي بهايم. فما ينفعش الجيل اللي اتجوز من 30 سنة قصر تقصير بين، لأن وجوده في وسط أهله ولو يأكلوا وجبة واحدة وهو معاهم أحسن ما يأكلوا أحسن الوجبات ويلبسوا أحسن اللبس وهو بعيد عنهم. لو يجيب لهم كسوة كل 5 سنين أحسن ما يجيب لهم كسوة مرتين في السنة وهو مش عايش معاهم، لأنه كده بيربي بهايم ويريد بهايم. الإنسان مكلف، البهيمة مش مكلف، لكن بتربي مكلف وما بتعرفوش التكاليف. ففي الآخر أول ما يعق أنت أيها الإنسان لأنك أخطأت في تربيتهم، عقتهم عملتهم معاملة الحيوانات، ملكوش عندي غير الكسوة والفلوس أبعتلكوا كل شهر، ملكوش دعوة بي ولا أنا ليا دعوة بيكم. لدرجة أن أعرف واحد صديقي عاش حياته بالطريقة دي، يقول لي أنا بنزل أجازة بحس أن أنا غريب في بيتي، يعني أولاده حتى مش متنسين بيه، مش متعودين عليه إلا يكلموه في التليفون، لما يبقى في البيت ملوش سعر بس وخلاص، يبقى موجود في البيت بيقول لي أنا بحس أن أنا في بيتي غريب، ولا حد حاسس بي ولا حد، طالما البيت فيه أكل وفيه الشرب وبياخدوا فلوسهم خلاص أنا نمت ما نمتش، عيان مش عيان، موجود مش موجود، قطة في البيت.
والله بيقول كده بالنص. ليه؟ لأنه برضو أخطأ، لأن هو اختار إن هو يعني يجيب لهم زينة الدنيا وما يدلهمش على زينة الآخرة. فدي مشكلة وأزمة كبيرة. الجيل اللي قبلنا اللي هو جيل أبائنا كان يعرض عليه أعمال ويسيب أسرته، يقول لك لا أنا أعيش هنا مع أسرتي وقائم عليها وأعيش حياة متوسطة أحسن ما أغيب عنهم وأعيشهم حياة متميزة، طالما أنا معاهم ونعيش حياة متوسطة أحسن. فجيل أبائنا كان أصلح في طريقة تربيته لينا من جيل بتاعنا احنا في تربيتنا لأولادنا، وده خطأ شديد. ما عرفوش كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الرعاية للإنسان ليست هو تربية حيوانات كسوة ونفقة وطعام وشراب وخلاص. وفين إنك أنت تأمره بالصلاة، وإنك أنت تعرفه الحياة إزاي ومواجهتها إزاي، والحرص على طلب الحلال والقناعة بما رزقك الله. العيال اللي تربوا بطريقة الأرصدة والبنوك وأبوهم يبعت لهم كل شوية فلوس لا يقنع ولا يعني يرضى ولا يحمد ربنا على شيء، وتعود أنه أول ما يطلب الحاجة يلاقيها عنده. فتربوا حياة غلط، ربيت ولادك بطريقة غلط. اعرف كده كويس، عارف لو كل حاجة يحتاجها ولادك تديها لهم تفسدهم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. شوف ربنا كريم ممكن يبسط لنا الرزق، ده عطاء وكلام كن فيكون، لكن هو عارف طبيعتنا ان لو خدنا كل اللي احنا عايزينه في الوقت اللي احنا عايزينه هنبغي. يقوم ينزل بقدر ما يشاء. ليه؟ انه بعباده خبير بصير. يعني انا فاكر ان مثلا في جيل بتاع ابائنا بقى كانوا يبقوا عمد وعندهم اراضي وعندهم فلوس قد كده وخير في البيت، لكن لازم يوم في الاسبوع ياكلوا عيش حاف. تربيه، يوم في الاسبوع ما فيش طبيخ، ياكلوا عيش حاف. طب وياكلوا ليه عيش حاف؟ ما انت عندك ارض وعندك فدادين وعندك خير مليان، ده ياكلوا كل يوم لحمه ولا هتاثر معاك. يقول لك لا، علشان يعرفوا النعمه ويجلوا النعمه. يبقى تربيه، كان ليهم نظام كده. لكن احنا دلوقتي لا، يبقى البيت فيه كل حاجه ويطلب هوم ديليفري بالليل. العيال طلعت ربنا حيوانات، ما ربناش انسان. حيوان لا يرضى الا بالطمع ولا يقول الحمد لله من قلبه ابدا مهما اعطيه، لان ربناهم غلط. الاب من دول كان يبقى في جيبه الفلوس ويقدر يديلك اللي انت عايزه وقت ما تحب، لكن ما يرضاش، يتقل عليك، لانه بيربيك ان مش كل حاجه تحتاجها تاخدها في الوقت اللي انت عايزه. لا، لازم تحمد ربنا وتصبر. تيجي تقول له مثلا، يعني انا فاكر مثلا وانا صغير كنت عايش شطرنج من النوع الغالي، يعني مش الشطرنج الكلام الخشب بتاعه، نوع الفخم كده. وهم اقول لابويا، يقول لي ما تجيب الرخيص وخلاص، ويديني مثلا المصروف بتاعي، حوش منه وبهات، ما انه كان يقدر يجيبولي. اروح اقول للخالي، خالي بقى كان مدلعني، ما كانش متجوز ومدلعني، اقول له عايز كذا، يقول لي يا اخي ما انت عندك. تعرف ان الناس دي لما كبرنا احنا وعرفنا والناس دي ماتت، عرفنا ان هم كانوا بيربونا صح. احنا واحنا شباب نقول ايه البخل ده، ما هو عنده احنا تفرق ايه يعني. اتضح مش مساله بخل، ده هو بيربيك ان مش كل حاجة انت، ما انت عندك نموذج منها، ليه عايز النوع الاعلى؟ طب ما هو هي لعبة خلاص، هتلعب بخشبة ولا هتلعب بعاج ولا هتلعب بقطعة من الفضة، ما كلها ده عسكري وده فيل وده ملك وكش ملك وانتهين. شوف قد ايه، لانهم كان فيهم وخهم كبير. انت الوقت يشوف الموبايلات والعيال كل ما يطلع موديل عايز يغير الموبايل بتاعه، ما يشبعوش ابدا، لانك انت ربيتهم بطريقه غلط. كل ما يعوز يغير الموبايل تغير له الموبايل، كل ما يعوز يغير مش، يبقى انت ربيت عيالك غلط، ما ربيتهمش على سنه الله مع خلقه. سنه الله مع خلقه لا يعطيهم كل ما يريدون في الوقت الذي يريدون، بل يعطي بحكمه. يوم الانسان ما يتغاش،
لازم نعرف كده كويس ازاي نربي العيال. احنا ما بنقولش نجوعهم ولا نحرمهم ولا كمان نطغيهم، لكن يبقى في حكمة ازاي تعامل اولادك بحكمة. فهي دي المسألة. يعني انا كنت في الكلية ونفسي اجيب فيسبا، اروح الكلية بفيسبا واقعد ازن على ابويا، كان يقدر يجيب لي فيسبا؟ ايه كان ثمنها 250 جنيه فيسبا الرالي الايطالي، كان ممكن يجيبها لي. يقول لي لا لا، ليه؟ لا تعمل حادثة، لا يجرى لك حاجة، خليك كده روح بالمواصلات. وانا يعني ايه بفرك نفسي بفيسبا. وبعدين الحمد لله لما اتخرجت، اول ما اتخرجت جاب لي عربية مش فيسبا. ليه؟ لانه بينظر لمسألة هو في مخ معين، بالرغم ان انا ابنه الوحيد وممكن يدلعني وكل حاجة، لكن هما كان عندهم حكمة في طريقة تربيتنا عن حكمتنا احنا في طريقة تربية اولادنا. كان عندهم حكمة ونظرة، يعني كانش يغلب عاطفته على عقله. هو صحيح بيحبك ونفسه يجيب لك اللي انت عايزه، دي عاطفته كده، لكن عقله بيقول لو ادالك اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه هيضرك، يقوم يحكم بعقله وعاطفته. انما احنا الوقت غلط، قاعدين نربي العيال بطريقه غلط، ربنا العيال كلها بطريقه غلط للاسف. فلازم نصلح، نصلح الاسلوب. مش كل ما الانسان يعوز حاجه يعملها في الحال، اتعود انك تأجل، بعدين ربنا يسهل ان شاء الله. لدرجة في بعض الاطفال يجي ابوه يقول له ان شاء الله، يقول له يا بابا انا عايز حاجة دلوقتي، وما تقولش ان شاء الله، يعني عايزها دلوقتي. الله، ايه الهبل ده، ايه ما تقوليش ان شاء الله يعني. اه والله بتحصل الحاجات دي ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. يقول له انا عايز حاجة بس اوعى تقولي ان شاء الله بقى. عارف اما كان يقول لي كده حد من ولادي، اقول له خلاص في المشمش، في المشمش عند المصريين يعني ايه؟ يعني مش هنجيبها. اما يقول لك حدي لك فلوسك دي في المشمش، يعني معناه كلها عليك. دي لغة المصريين، المشمش بتاع المصريين ده ما بيطلعش. فهمت بقى؟ فربنا ينجينا. فلازم نرجع نربي اولادنا تاني بطريقة بحيث لا نطغيهم، ونربيهم ازاي يتعاملوا مع الحياة، لان ربنا قد يعطيهم ما يريدون في الوقت الذي لا يريدونه. يعني أجلوا، يعني عايز عربية دلوقتي يقوم يديها له بعد 20 سنة، بس لكن هو عايزها دلوقتي، لا ربنا هيديها لك بس مش دلوقتي، هديها لك بعد 20 سنة. هتقبل بقى ولا هتفلسع مع ربك وتقول له لا انت مش ربي بقى، انت مش عاجبني بصراحة؟ وفي ناس كده تقف تلوم ربنا، والله في ناس تكلم ربنا يعني لو كلمك بالطريقه دي يمكن تغضب عليه وانت بني ادم، ويكلم ربنا ليه يا رب بتعمل كده وما فيش غيري يعني تعمل فيه كده؟ مش في ناس بتعمل كده؟ هذا لا يليق. ده ما بيعملش كده الا لانه تربى غلط. ده دليل انه تربى غلط اصلا. لو كان تربى صح ما كانش عمل كده عمره. فمنه ما هو عند الناس كلهم عالمهم وجهلهم معروف، كالكسوة والنفقة والسكنة لا خفاء فيه، وهذا بعض من كل. فإن الذي يجب عليه زائدا على ذلك حفظهم في دينهم حتى يحملهم عليه فرضه وندبه كل على وجهه، وهو آكد من النفقة والكسوة، بدليل أن الكسوة والنفقة قد تسقط عند العسر، تسقط عنه يعني بالعسر، اما يبقى معسر خلاص مش هيكلفه، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لكن ما يسقطش النصح. شفت قد ايه؟ فالنصح اشد والارشاد اشد طلبا، لانه لا يسقط في العسر واليسر ولا في المنشط ولا في المكره، لكن النفقه قد تسقط عنه بالعجز. عجز خلاص هيعمل ايه؟ عمل حادثه وعجز، رقت في البيت، هنقول له انفق على اهلك، هننفق منين؟ الدوله بقى تتحمله، المسلمين يتحملوه تكافلا وينفقوا بداله، لكن هو يظل مطلوب منه ان هو ينصحهم ويرشدهم، بدليل ان الكسوه والنفقه قد تسقط عنه بالعسر، والارشاد الى الدين وتعليمه لا يسقط عنه بوجه، وما لا يسقط اكد ضروره مما يسقط. لكن لما راى الناس الحكام يحكمون في النفقة والكسوة وما يتعلق بالأمور الدنيوية ولم يحكموا في غيرها على الرعاة،
لم يبقوا يجعلون الواجب إلا ما حكم فيه ليس إلا. وغاية الذين ينسبون إلى العلم والخير في الأغلب منهم ينسبون ما زاد على ما حكم به، أن الكلام فيه من قبيل المندوب الذي إذا فعلوه كانوا مأجورين، وإن لم يفعلوه لم يأثموا. وهذا جهل محض وغلط ظاهر بدليل الكتاب والسنة وقول الأئمة. أما الكتاب فقول جل جلاله: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، قوا أنفسكم وأهليكم نار. زي ما قال لك أنفق عليهم، قال لك خليهم كمان يتقوا النار. ويتقوا النار يعني يعملوا طاعة ربنا ويتجنبوا معاصي الله، أدي معناه عشان يتقوا النار. قوا أنفسكم وأهليكم نار. وقوله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأما الحديث فقد روي أن الرجل إذا كان له الولد وبلغوا وفرط فيهم حتى وقعوا في المحذور، فإن عليه من الإثم قدر ما عليهم. وأيضا قوله عليه السلام في الصلاة: مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر. وليس هذا في الصلاة وحدها، بل هي هنا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. وأما قول الأئمة فما ذكره ابن أبي زيد في رسالته وغيره، قال: ويضربوا على الصلاة لعشر كما جاء، وكذلك في غيرها من الواجبات، يعني كالصيام وكعدم الكذب واللهو غير المباح، يضرب عليه عشان بيلهو لهو غير مباح وهكذا. يبقى الصلاة دي بقى من باب يعني ايه التنبيه على الأعلى، ولا يقصد انها هي فقط، لا، وما سواها يدخل فيها. وقد اختلف العلماء فيما يفعله الولي بمن هو في ولايته من خير ويجبره عليه، وذلك قبل بلوغه من المأجور. من المأجور على ذلك العمل؟ طيب وانت لما بتأمره هو لسه ما بلغش ان يصلي ويصوم وما يكذبش ويقول كلمة الحق، وانه يقنع بما رزقه الله ويرضى بالقليل، وانه يحترم الخبز مش السندوتش اللي ما فيهوش غموس يرميه على في الشارع والناس تدوس عليه. العيال بتعمل كده، السندوتش يفتح لو ما فيش حتى غموس يروح قطعها كده ورميه. مش ده بيعملوه؟ تفتره. والرسول يكرمه الخبز. عرفت بقى ان اجدادنا لما كانوا بيعملوا يوم ياكلوا حاف، كان مهم عشان يتعود انه ياكل الحته الحاف دي ما يرماش، يبقى كانوا بيربوهم صح. الرسول يقول اكرموا الخبز صلى الله عليه وسلم، ده نعمه من النعم الكبيره. وكان زمان لما نشوف مثلا ابائنا يشوفوا حته لقمه واقعه في الشارع يقوم يشيلها ويقبلها ويحطها على جبهته كده ويحطها ايه في مكان بعيد. انت بتشوف المنظر دلوقتي؟ ما بتشوفوش. خلاص الاجيال ماتت اللي بتعمل كده، لان خلاص بقى جيل لا يجل النعمه وان دقت. اصبح جيل لا يجل النعمه وان دقت، انما النبي كان يجل النعمه وان دقت. فدي سنه، اكرموا الخبز يكرموا الخبز. فلازم نعرف الحاجات دي كلها علشان نعرف اننا ربنا اولادنا غلط. الحقيقه اننا ربنا اولادنا غلط. طيب مين المأجور بقى؟ وانت بتقول لأولادك يعملوا كده وهم غير مكلفين لسه، فبيعملوا صلاة وساعات يصوموا، ممكن تاخدهم معاك عمرة، تاخدهم معاك حج. طب مين اللي هياخد الثواب؟ على ثلاث أقوال، اختلف العلماء على ثلاث أقوال. منها أن الولي هو المأجور، والآخر أن الصبي هو المأجور لأنه هو الفاعل لذلك الفعل، والآخر أنهما جميعا مأجوران وهو الأصح. الأصح أن الاثنين لهم أجر، بدليل قول سيدنا صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا رفعت له الصبي وهي في المحفة في حجة الوداع، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وأما في العبيد فقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: إن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، وإن زنت في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير حبل. ومثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه كان معها قوم يسكنون في بعض الملك لها، فرأت يوما في بعض الأماكن أثرا لتلك الخطوط التي يلعب عليها النرد، يعني بيعملوا خطوط كده على الأرض مربعات ويلعبوا في الزهرة. فستنا عائشة شافت أثر رسمين كده وبيلعبوا، وهي كانت مسكناهم في أرضها ناس، فأمرت بإخراجهم إن بقوا على ذلك الحال. وعلى هذا قال العلماء إنه لا يجوز للمرأة أن يؤاجر شيئا من ماله ممن يعلم أنه يعمل فيه محرما من المحرمات.
ومما يؤيد ذلك أيضا قوله عز وجل في كتابه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات هنا الإماء، الذي هو الزنا، فكما يحرم عليه أن يؤاجر أمته في الزنا ولا يحل له أن يأخذ ذلك الشيء، فكذلك غيره من المال. ومما يقوي ما قلناه ما كتبه عمر رضي الله عنه لعمالي: إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالضابط في هذا، أعني جميع ما يجب على الرجل من الحقوق في أهله بعدما تكرر عليه بالحكم في علم الخاص والعام، كما تقدم ذكره، أن نقول كل ما هو على الرجل واجب، هو عليه واجب أن يحمل أهله عليه، إن كانوا كبارا فعلى الوجوب كما هو عليه، إلا ما أسقطته الشريعة عنه كالجمعة مثلا عن المرأة وعن العبد مما قد تقرر بالشرع وهو مذكور في كتب الفقه، وإن كانوا غير بالغين فيكون مندوبا كما تقدم، وما هو عليه أيضا مندوب، يحملهم عليه ما إعلامي لهم أنه مندوب، كما كانت الخلفاء رضي الله عنهم يفعلون في تسوية الصفوف، يبينون أولا في الخطبة أنه ليس من الواجبات، تسوية الصفوف دي من إقامة الصلاة، يعني لو ما سواش الصف صلاتهم صحيحة، لكن مع الكراهة يبقى تسوية الصفوف مستحبة. وبالرغم من كده كانوا بيعينوا موظفين الخلفاء يسووا الصفوف ويقولوا لهم إن تم تسوية الصفوف، يروح واقف في القبلة يقول الله أكبر، يعني يهتموا حتى بهذه المندوبات. ولا يدخلون الصلاة حتى يعلموا بأنها قد استوت. وتمام البحث على هذا الفصل يأتي في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى، ولا يسمحهم في ترك شيء من ذلك. ونقف عند هذا الحد لأنه هو عامل تفاصيل كثيرة نكملها غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب لما تحب وترضاه. اللهم يا كبير يا أكبر يا الله، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي تخلق بالكبير فصغرت أمامه العقبات، ولانت له الصعاب، وأنارت به المدلهمات، فتحقق بذلك فكبر في عيون الأكوان، فوسع علما ورحمة وشفاعة وهداية. صلاة أكبرك بها تكبيرا، وأحمدك بها حمدا كثيرا، وأسبحك بكرة وأصيلا، فأصير كبيرا أمام أعدائي نفسي وشيطاني، فلا أخضع لشهوة أو غواية، بل أتكبر على الغفلة بالذكر، وعلى المعصية بالطاعة، وعلى النفس بالمخالفة، فأصير روحانيا ملكيا ملكوتيا مطهرا بتوفيقك يا كبير يا متعال. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.